طب ما ده تعلمنا بيحصل ازاي جدا. يا دكتور علي، يعني خلينا كده ناخد تابس كده، واحد اتنين تلاتة، ازاي ابقى لا مبالاة؟ انا نفسي حلو اتعلم جدا. ابقى هادية كده وبنوع من البرود، يعني اللي هو اتقبل المشاكل والحاجات دي من غير عصبية. نعمل ايه؟ ابتداء رقم واحد، خدي نفس عميق دلوقتي. ايوه كده شطوره جدا، خدنا النفس العميق، نهدي اعصابنا خالص. اوكي انا يبدا يومي لازم، مش مهم انام امتى، المهم اصحى امتى، المهم لازم في الشتاء لازم نصحى بدري، تمام. لازم اتعرض لضوء الشمس، عشان ضوء الشمس هو واحد من الحاجات اللي بتعالج الاكتئاب الشتوي، تمام وبيديني فيتامين د. تمام فيتامين د ده هو اللي بيساعدني على هرمون حاجه اسمها السيرونين والدوبامين والهرمونات اللي بتساعد على السعاده، فتيجي اخزنها بالليل. احنا زي البطاريات الشمسيه اللي بتخزن طاقه لليل، وعشان الشتاء نهاره قليل وليله طويل، فالطاقه دي بتخلص بدري، فمحتاجين نقعد شويه للشمس او نتعرض طيب، للضوء يبقى عموما. رقم واحد التعرض للشمس، اكسجين نصحى وضوء. بدري. حلو. اكسجين، ده هو ده الاكسجين اللي انا كنت لسه بتكلم عليه، ان احنا دلوقتي بقى عندنا نقص اكسجين اصلا. طيب حلو جدا رقم جدا. واحد نتعرض للشمس، رقم اتنين الميه مهمه جدا لا غنى عنها. الميه. الميه، المشي الصحي مفيد جدا جدا، وبيقلل لي حاجه اسمها هرمون الكورتيزول، الهرمون ده اللي بيعمل تاكل لبعض الغدد والخلايا، وهو اللي ممكن يسبب سرطانات او تكتلات دماغيه او جلطات. يعني قد الكورتيزول كده ده المشي ده هو اللي بيفرز الكورتيزون اللي بيخلينا ممكن ما يجيلناش اورام ولا حاجات زي دي، المشي. هو اللي هو بياكله، هو اللي بياكل او بيطرد الكورتيزول. اوكي. القلق والتفكير الزايد هو بينتج كورتيزول، فمحتاجين نسربه ونمشيه. فنمشيه بالمشي، نطرده بالمشي، المشي والميه بيطردوه والله يعني بيطلعوه بره. معلومات مهمة، واهم حاجة اقول لنفسي ايه اول ما اصحى من النوم الصبح، اقول لنفسي ايه؟ اول تقولي اكتر من 35 و70 كلمه ايجابيه لنفسك. صباح الفل انا يا جميله، صباح الفل يا اجمل واحده في الدنيا، صباح الفل يا قويه يا محاربه يا لذيذه، كل الكلام الحلو لازم تقوليه لنفسك وتصدقيه، وتصدق انك انت اقوى من اي حاجه. وخلينا معتقدين شويه في الله سبحانه وتعالى، واحنا كلنا مؤمنين، اللي خلقنا هو المتكفل بينا، فما بيشيلهاش ونعم حد، بالله سيبيها على الله. ونعم تمام. بالله. رقم أربعة، المقارنة ممنوعة، ممنوع تقارني نفسك بأي حد، أنت واحدة فريدة مفيش منك نسخة تانية، فما تقارنيش نفسك بحد، ممنوع المقارنة، ولا أدي حد مجال إنه يقارني. صح. تمام جدا. ولا أدي حد مجال إنه يستفزني. يعني وأواجهه ما تباتيش وأنت زعلانة، اللي مزعلك ترفعي السماعة، حصل منك كذا وكذا وكذا وده ما يصحش، وخد حقك. آخد حقي. صح كده. بالأدب، بطريقه مؤدبه جدا ولذيذه، وانت معززه نفسك، كريمي نفسك، ما تتخليش على نفسك زي ما بيقولوا ايوه الحاجات الايجابيه. الله على كلامك الحلو يا دكتور علي، ان توعدني بقى ان انت تبقى معايا في الاستوديو بقى، عايزين ناخد راحتنا اكتر في الكلام. ده شيء يسعدني، ده شرف ليا، واتمنى لكل الناس الصحه والسعاده والسلام امين يا رب. والحياه حلوه للي بيعيشها ببساطه جدا، كل ما كنت بسيط وزاهد ومش فارقه معاك، يعني اتعلم شويه زهد وشويه تصوف كده، مش فارقه لي الحياه، انا عايز كده حلوه زي ما انا، هتلاقي الحمد الحياة لله حلوة زي الفل معاك. والرضا الحمد لله. الدكتور علي عبد الراضي استشاري العلاج والتأهيل النفسي، بشكر حضرتك جدا، وإن شاء الله تكون معنا في الاستوديو قريب إن شاء الله.